شبعك يا ساتر يا رب، شو هالصوت؟ عمو خليك انا بشوف شو فيه. يلا بسرعة امشي امشي، اطلع السيارة. يلا ماشي. كريم مرحبا أمير، كيفك؟ أنت كيف اجيت لهون؟ هذا صديقك؟ أيوة. أنت مين؟ شو جابك لهون؟ صديقك مفتش عليك من أنطاكيا، يتصل التلفون مشان عجب لك هو. لك شو عم بيقول؟ ما عم بفهم عليه ولا كلمة بالعربي. شبابنا لمن السورة وعم بينسقوا مع مخابراتنا. شو ها؟ أكيد بيعرفوا ليش نحن هون كريم. أخذوني من الطريق وقطعوا لي حيلي، ما اعرف شو بدهم مني ولا لوين اخذيني، ما قدرت احكي ولا كلمه. يا استاذ دمير خذ الليلون احسنك، احنا بنطمن عليك، احنا هون. شكرا، تفضل. لوين بدنا نروح؟ لهون. يلا الو. فكرت امير عم بدق لي. لا لهلا ما حكى، تليفونه مسكر، يعني ماشي حالي. رامز بيك طمنا وقال انه كل شيء تحت السيطره. رح سكر، في حدا على الباب، واذا دق كريم خبريني. مرحبا عاصي. اهلا وسهلا. ما حبينا نتركك بالبيت لوحدك، ملك ما بتعرف شيء. مرحبا. اهلا وسهلا. كيفك؟ في شغلة حابين نستأذنك مشانها. بتعرفي عم نجهز للعرس وما بدنا نبقى بالمزرعة، اذا فينا نبقى عندك بالبيت بيكون منيح. البيت بيتكم هيك احسن، منفكر سوا شو بدنا نساوي. تفضلوا يلا. كأنه كتراني سفراته الامير هالكم يوم. ما تواخذنا، تأقلنا عليك. لا يا ابني عيب تحكي هيك، كنت حابب لو فيني ساعدك أكتر بشغلة أبوك، بس هذا اللي بعرفه. روح ودور عليه وبإذن الله بتلاقيه. بيقولوا اللي بيسأل ما بيضيع، روح اسأل عنه وخلي إيمانك بالله قوي وربنا ما رح يرجعك خايب. يلا تصبحوا على خير. وانت بخير. شكرا. وانت من أهله. شو يا؟ شفت كيف بقدر أوصل لك وين ما كنت؟ والله معك حق. عاصي كيفه؟ متضايقة ما؟ عم تحكي جد؟ ليش ما دقيت لها؟ لا، حتى لو دقيت لي هي ما رح تستفيد، تليفوني من الصبح مسكر. اي والله هيك ما بيصير، المخلوقة رح تجن، كان لازم تحكي معه وتطمنها. بس شافت طول علي وحكت معه وما رح تخبرني. ليش عم تخبي علي ما بعرف. بينت المشكلة علي، الزلمة بعد كم يوم رح يصير صهرك. شو نسيت؟ انت عندك مشاكل اكبر، جاي على الطريق وشاغل حالك بهالحكي. بكره اذا لقيته لابوك وبيعرف انك مصاهر بيت كوزجي اغلو، شو رح يساوي؟ فكرت بهالشي بالله؟ مين قتل مين؟ وعلى مين الحق بالقصة؟ تعرف شو رح تتصرف؟ ما بعرف، لازم لاقي لابي بالاول وبعدين نفكر شو بدي يساوي. معلم ظافر، بتعرف انه الامن ما عم يفارق صاحبنا؟ وين ما بيروح ورا، بكره اذا اشتلقوا علينا اكيد رح يلقطونا. روق علينا شوي، نحن عم نشم الهوا، ليش لحتى يلقطونا؟ نتفرج على اغراض وبنشتري لنا كم شغله ظريفه، بعدين بنحمل حالنا وبنرجع لتركيا. انت طالبني معلم؟ يا حبيبي عبدول، لك ما عرفتني؟ عرفتك. ايه يا هلا. ولك عيني، انت كيفك بتضل شب وما بتكبر؟ ما تقول لي قلت لك شي وصفة سحرية ما بنعرفها. البهارات أحسن وصفة وحياتك. منيح، هات لك أن أعطينا شوي، أكيد بيلزمونا. شو رأيك حسون؟ وليش لا؟ عود خلينا نحكي. هات ورجينا شو معك يا رزاق يا كريم.
مساء الخير. فيني اقعد معك شوي؟ طبعا، اهلا وسهلا. كيف صرتي مو احسن؟ راح وجع الراس؟ يعني عم بيصح. جبت لك معي بقلاوة، خدي ذوقيها، بظن ظريفة. تعرفي ما بحب الحلو. ذوقيها والله طيبة. شو رأيك إذا بكرة عملت كبنية مثل تبع اليوم؟ تعلمت كيف ساويها ومنزلها الزباين مع المقبلات. ليش لا ساويها؟ بس مين بعت لك ياها؟ معقولة صاحب المطعم اللي رحت عليه؟ نوري قصدك؟ لا ما بظن. إذا هو ليش لحتى يخبي اسمه؟ بتشكي بأي حدا تاني؟ لا. يلا يا فاتن انت شو طيوبة، تتوقع يكون حدا من المريخ بعت لك ياها يعني؟ صفية قصيري، أنيسة أوسكان، سلمى بردان، عايشة أردن. وهي وصلت كروت الدعوة. هات اللي شوف، تعال جنبي. كتير حلوين. حلوين تتهنوا. يلا خلينا نكتب الأسماء، 10 دقايق ومنخلصهم كلهم. ماشي، أعطيني أول 20 اسم إذا ممكن. اتفضلي. وأنا أعطيني 20 التانيين. ملك خد أنت اكتب الباقيين. صحيح اتصلت بأبوك؟ تليفونه مسكر. جيتنا لعند عاصي وفرت علينا وقت وكتير ريحتنا. ما بتعرفي قديش كنا رح نتعذب من دونك. كنا قضيناها روحة جاية. أنا رح أجيب الشاي. أنا رح حاكي ست سعاد، هي بتشتغل خطابة، بتعرف شو لازم نساوي. ديروا بالكم تنسوا شي اسم من المكتوبين. ألو مرحبا، كيفك؟ أنا سهيلة. تسلمي ألف خير. خير شو بك؟ ورجيني شو صار لك؟ بعدت إيدك مشان ما ينقط الدم على كروت الدعوة؟ شو بك معصبي؟